كنظن بان واحد مجموعه من الناس كيسالوا واحد السؤال اللي هو اساسي، هو كيفاش نتعامل مع الضائقه الماليه. انا كنظن بان باش نتعاملوا مع هذه الازمه الماليه اللي ممكن نعانوا بها الا فقدنا الشغل ديالنا، او تجد شي حاجه اللي هي طارئه، او شي زياده جديده، او مجموعه من الامور في الاتجاه هذا. كنظن بان التعامل مع الازمه الماليه خاصو يكون وقت ديال الرخاء ديالنا، بحيث ان خصنا يعني نحاول ما امكن نخليو واحد شويه من الفلوس ديالنا في الادخار ديالنا، وكذلك ما فيها باس نديرو واحد لا كيس نواغ اللي تكون فيها واحد 5% ولا 10% من الاجر ديالنا، تكون خاصه يعني بالازمات اللي ممكن توقع لنا. الا وقعنا فيها ممكن اننا نستعملوا هذه الازمه هذه، ولا موقعاتش لنا بعد واحد مرور واحد الوقت اننا نمشيو في هذا الاتجاه هذا. وامر اخر اللي هو مهم هو ان الانسان خاصو يدير قدام عينيه، يعني بعد واحد سنوات من العمل ضروري ان يكون عنده واحد 3 شهور او 6 شهور من الاجر ديالو تكون عنده في الادخار ديالو، لان هذه هي تخلي عنده الاستقلاليه الماليه، وتخلي انه يبان الازمات انه ممكن انه يجاوب على هذه الازمه او الضائقه الماليه اللي ممكن تصيبه هو او الاسره ديالو.